كمان فقره التوقف زي ما قلت لحضراتكم، بعض الفرق او كل منتخبات العالم بتلعب سواء على المستوى الودي او على المستوى الرسمي. منتخبنا منتخب مصر اخر مباراه يمكن لعب مباراتين، المباراه الاولى طبعا يعني كان الفوز فيها 3-0، وكمان مباراه ليبيريا الاخيره فاز فيها بثلاث اهداف مقابل لا شيء. الحقيقه مش عايزين نحكم من الاول على روي فيتوريا، الراجل لسه بيحط ايديه على ادواته، لسه بيتعرف على اللعيبه، لسه بيتعرف على شخصيه اللعيب المصري. جيد جدا انك تفوز في مباراتين 3-0 بالرغم اكيد تواضع الفرق اللي كنا بنلعبها، مفيش شك المنتخب الليبيري منتخب متواضع، ويمكن ده ظهر من خلال المباراه واستحواذ كامل للمنتخب المصري. لكن كمان على المستوى التصنيف زي ما قلت حضراتكم يوم الاثنين اللي فات، مهم جدا انك تلعب مباريات في الاجنده الدوليه بتكسب فيها وبتحصل على نقاط، دي بتحسن موقفك في التصنيف الافريقي والتصنيف الدولي. على مستوى المعنويات كمان مهم جدا انك تكسب هذه المباراه رغم سهولتها، اكيد المباريات كانت سهله جدا على المنتخب المصري، ولكن مطلوب في الوقت دوت. لسه روي فيتوريا بيضع ايديه على ملامح شخصيه اللعيب المصري، عندنا لعيبه محترفه بشكل جيد جدا مش كتير، لكن كمان انضمام عدد لا باس به من اللعيبه اللي اول مره بتشارك في منتخب مصر يعني بشكل رسمي، ده كمان نقطه ايجابيه جدا في معسكر المنتخب في الفتره اللي فاتت. واضح جدا كمان عمليه الالتزام، واضح جدا عمليه التفاهم الواضح جدا ما بين الجهاز الفني واللاعبين في الفتره الصغيره. ويمكن روي فيتوريا في خلال الفترات اللي فاتت او بعد انتهاء المعسكر يمكن قال ان هو كان يتمنى كمان ان المعسكر يدوم لمده 7 ايام كمان، لانه حس بالتقارب الشديد ما بين اللاعبين. ويمكن مدرب المنتخب خاصه يعني الفقرات او فترات التوقف قليله جدا، فترات المعسكرات قليله جدا، ولكن اقدر اقول لكم انها كان معسكر ناجح. في بعض الناس بتقول التجارب على مستوى المباريات تجارب ضعيفه جدا، انا معاك ان التجارب على مستوى الفرق اللي كنا بنلعبها مستوى ثالث مستوى رابع مش ده اللي هيقيس مستوى منتخب مصر، بس كان مهم في هذه الفتره. عندنا مباراه مهمه جدا جدا على مستوى منتخب مصر مع منتخب كبير بقى، منتخب من الليفل 1 المنتخب البلجيكي ان شاء الله في نوفمبر. فخلال نوفمبر ان شاء الله الدوري هيرجع او هيبدا في اكتوبر، كمان شهر هيبقى فيه توقف لاجنده دوليه، ودي هتبقى القياس الاول او الحكم الاول على روي فيتوريا، لان بتلعب قدام المنتخب البلجيكي منتخب مصنف على مستوى العالم يمكن دلوقتي الرابع او الخامس على مستوى العالم. وبالتالي ان شاء الله نتمنى لمنتخبنا كل التوفيق لخطوات للمستقبل، زي ما بقول دايما خطوات الأولى بتكون مهمة، دايما الخطوات الأولى بيكون فيها بعض الانتقادات إلى حد ما، ولكن احنا دايما سبورت ودايما وراء يعني منتخبنا ووراء أي ما يحمل شعار بلدنا العظيمة مصر.